معكم رولا حسن من إدارة العامة لمكافحة العدوى. حنتكلم اليوم عن الـ Waste Management. إيش هي الـ Infectious Waste؟ Defined as the materials generated as a result of the diagnosis or treatment of the patient that's capable of producing an infectious disease. ممكن برضو تتسمى Medical Waste or Biomedical Waste or Biohazard Waste. التعامل مع الميديكال ويست او المانجمنت الميديكال ويست لازم يكون مطابق للنظام واللائحة التنفيذية المتفق عليها بين وزارة الصحة وهيئة الارصاد الخاصة بالمملكة، وكل منشأة لازم يكون عندها مانجمنت بلان according to the hospital scope. عندنا اربعة انواع للانفكشوس ويست. عندنا الاول البلاد ان بلاد برودكت، عندنا زي البولك بلاد، عندنا السكريشن والاكسكريشنز. النوع الثاني عندنا الباثولوجي ويست including للتيشوز والأورغانز زي البلاسنتا ممكن. النوع الثالث عندنا الميكروبيولوجيكال كالتشر والميكروبيولوجيكال ويست، هي تكون items تحتوي على blood أو infectious materials زي عندنا مثلا الفاكسين. النوع الرابع عندنا الشارب سواء كان used or non-used. used زي عندنا النيدلز، الانused يكون مجرد شارب انكسر حيعتبر من الانفكشوس ويست. عندنا الستيكر ليبلينج اند بايوهازارد لوجو، اما يكون الليبلينج ستيكر او لون مع علامة البايوهازارد. فعندنا في الشارب كونتينرز تكون العلامة كتابة شاربز، عندنا الريد باجز للبودي بارت، وعندنا الهاي انفكشوس ويست تكون ليبل برضو بالكتابة على اليلو باجز. عندنا اليلو ميديكال ويست بين، عندنا البلاك ميديكال ويست بين واليلو ميديكال ويست باكس والبلاك والريد، عندنا اليلو كارتس والشارب كونتينرز البي بي ايز، عندنا البي هازارد ساين والهاند هايجين سبلايز والديسنفكتنت والليبلز. ستيجز اوف ديسبوزبل اوف ميديكال ويست، هي 3 ستيجز، عندنا السورتينج والكوليكشن والترانسبورتيشن. في starting اللي هو segregation، عندنا segregation should be started at the point of the producing and by the producer. يعني الممارس الصحي لما يستخدم النيدل هو المنتج دحين للميديكال ويست، فهو اللي المفروض يعمل segregation. فلما حيكون segregation تبعه إما صحيح أو خاطئ، فإذا كان حطها في sharp container فهو صحيح، إذا حطها في yellow box فهو خاطئ. عندنا black bags للgeneral waste، عندنا yellow bags للinfectious waste، والريد باجز للأورغانز والشارب كونتينرز including needles وأي شارب سواء كان glasses تكون scalps أي شيء شارب تحط، حتى لو كان مو مستخدم يعني مثلا فتح النيدلز لكن ما استخدمها على patient برضه تتحط في الشارب كونتينرز. عندنا نقطة مهمة في segregation، مثلا إذا الـ ICP كان عنده في daily round سواء يعني كان في daily round أو في الآيكا، عندنا من ضمن نقاط الآيكا إذا حصل الـ ICP أو المقيم نيدل في اليلو باج في حاجة اسمها الـ Incident Report. الـ Incident Report يبلغ إنه هذا الجسم ما بيعمل disposable صحيح للـ Medical Waste وما بيتبع الـ Segregation الصحيح، فبيعملوا Incident Report، فبالتالي حيطلعوا الجسم أو يذكر فيها الجسم إيش اللي وجدوا ومين الموظف، بالتالي يشوفوا الـ Training أو يشوفوا إيش المشكلة ليش هو ما عمل segregation صحيح. Second stage عندنا collection. Collection لازم يكون at least once per day. بعضهم بيعملوها كل shift أو as needed، يعني مثلا لما يكون الكونتينر already صغير فيحتاج يغيروها أكثر من مرة. أهم حاجة إنها ما تعدي 24 hours وهي ما عملوا لها collection. طبعا عندنا the proper wear لل PPEs. ما يعملوا squeeze in the waste في الكونتينرز أو الباكس by hand. إذا كانت الكونتينرز ذات أرباعها فل لازم إنها تتغير ويعملوا لها tight security. عندنا برضو avoid the overfilling للcarts اللي بيجمعوا فيها الwaste. آخر حاجة عندنا الwash hands. During the collection لازم تأكدوا إن يكون في label في له department في له date وفي له time. المعلومات اللي بنحطها على الباكس حيكون فيها general information كلها، بالنسبة للوكيشن والسيلد والتايب والديت والتايم والوزن. برضو عندنا في الكوليكشن حيكون عندنا التاريخ والتايم.
third stage عندنا transportation لازم يستخدموا cars تكون leak proof وتكون برضو متينة تتحمل وتكون سهل نعمل لها decontamination سهل انها تتنظف وتتغسل هي طبعا هتتغسل كل يوم او بعد كل ما يعملوا لها collection. الكارس نفسها يكون فيها biohazard logo وتكون يعني لهم سكيجول معين متى أخذوها متى جمعوها متى نقلوها يكون في لوج شيت وطبعا عندنا الكوليكشن والترانسبورتيشن للويست حتكون عن طريق ميديكال ويست وركرز يكون مدرب ومخصص للميديكال ويست. بالنسبة للتيشو والبادي بارت والفيتر والبلاسينتا تتخزن في أو شيء تتجمع في الريد باكس بعد كده تتخزن في الريفريجيريتور تبع المارشري إلين بعد كده تخلصوا منها ويدفنوها حسب الشريعة الإسلامية. طيب بما أنه قلنا في الكوليكشن والترانسبورتيشن حيكون عن طريق ميديكال ويست وركرز مخصص فبالتالي لازم يكون مدرب. التدريب يتضمن الهاند هيجين سواء كان هاند راب ستيبس تبع الهاند راب أو ستيبس الصحيحة للهاند ووش متى بيعمل هاند راب متى يعمل هاند ووش برضو عندنا الاستخدام الصحيح للبي بي اي سواء كان للدونينج والدوفينج سواء كان السيكوينس او الطريقة الصحيحة كيف بيلبس الجلافز ويخلع الجلافز برضو حيكون عندنا انكلودينج تريننج على الـ95 دونينج ودوفينج عندنا السيف هاندلينج والأذر ويست مانجمنت بروتوكولز برضو عندنا الليبلينج للايتمز زي ما قلنا في الكوليكشن لازم يكون فيه ليبل بتاعي لازم يعرف إيش الداتا المفروض يكتبها في الليبل. عندنا الشارب إنجريز والبوست إكسبوزر بروتوكولز لو صار مثلاً نيدل ستيك إنجريز إيش بيعمل. عندنا الكلينينج والديسينفكتينج بروسيجرز. Protecting medical waste workers from infection. عندنا ثلاثة طرق عندنا أول شيء التريننج زي ما ذكرنا قبل كده تتضمن الهاند هيجين البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت وعندنا الفاكسينيشن البي بي إيز لازم إنها تتغير لما بينتقل من منطقة للتانية ولازم يعمل هاند هيجين أفتر ريموفينج البي بي إيز بيلبس كلين جلافز أو اللي هي فيجيتي جلافز سيفتي شوز والماسك والآي بروتكشن والبروتكتيف جاونز لازم يكون عارف كيف بيعمل دونينج صحيح ودوفينج صحيح. نجي للفاكسينيشن كل من الميديكال ويست وركرز لازم يكون يعني أخذوا فاكسين against the blood-borne pathogens زي مثلا عندنا في الهيباتيتس بي لازم يكونوا أخذوا كل 3 دوزز. في معايير خاصة بالنسبة للميديكال ويست ستور من ضمنها أنها تكون سكيور بحيث ما حد يكون عنده أكسس غير الميديكال ويست وركرز تكون بعيدة عن المرضى وتكون بعيدة عن الأماكن المزدحمة عموما تكون عليها البيو هازارد ساين يكون حجمها مناسب لأنه إذا كانت صغيرة فما راح تكفي الباكس إنها تكون إن تكون موجودة أو مرتبة بشكل صحيح بالتالي حيحطوها على الأرض تكون clean and well maintained الوالز والفلورز تكون smooth وسهل إنها تتنظف ما يكون فيها cracks ولا openings تكون well ventilated والtemperature يكون temperature والhumidity يكون لها monitoring حتى درجة الحرارة ما تكون أكثر من 18 الفلورز تكون smooth cleanable والدورز يكون well sealed حسس إنه ما يكون في water leaking أو spread of odors برضو تتوفر فيها الhygiene washing sinks والsupplies اللي هي الصاب والpaper عندنا الpaper tissues أقصد عندنا sewage hose تكون مغلقة بإحكام برضو الستورج ما يخزنوا فيه الكلين سبلايز يعني مثلا اوكي هي شارب كونتينرز او يالو باكس بس استل انها نظيفة ما تنحط ابدا مع الميديكال ويست برضو تكون الستورج سكيور يكون الاكسس بس مع الميديكال ويست وركرز ممكن يكون عندنا نوعين من الستورج بالنسبة للمستشفيات الكبيرة يكون النوع الأول المخزن المؤقت يكون موجود بين الأقسام أو في كل دور يجمع فيه الويست مؤقتا إلى أن يتم نقله للمخزن الرئيسي بعد نهاية كل شفت. النوع الثاني هو المخزن الرئيسي تجمع فيه كل الويست الناتجة من المنتجات الصحية بحيث ما تزيد عن 24 ساعة ويتم التخلص منها.
Healthcare Facility Infection Control Audit اللي هي الآيكا، هي أداة تقييمية من ضمن الإليمنت عندنا Infectious Medical Waste، تتضمن 14 إليمنت. يكون التقييم إما عن طريق الدوكيومنتس أو ستاف انترفيو أو observations. السكورينج حيكون الصفر للنمت والواحد للبارشلي والتو للمت. الأول يتكلم عن البوليسي والبروسيجرز فور انفكشوس ويست مانجمنت. زي ما قلنا أول إنه كل منشأة لازم يكون عندها بوليسي بروسيجر خاص فيها. حيكون تقييم الستاندر هذا عن طريق الدوكيومنتيشن، حنتأكد إنها تشمل كل البروسيس بتفاصيلها وتكون مطابقة وابديتد للناشونال بلان. الستاندر الثاني يتكلم عن السيجريجيشن. كل النون شارد ويستس يتم التخلص منها كجنرال ويست في البلاك باكس، ما عدا لو كانت هيفلي سويلد with blood or body fluid or dripping حيتم التخلص منها في اليلو باكس. مثال لو كان عندنا MDR patient حيكون طبعا تحت الكونتاكت ايزوليشن، فكل الويست الغير حادة زي PPEs يتخلصوا منها في البلاك باكس لأنها تعتبر جنرال ويست، عدا قلنا اللي تكون heavily soaked to dripping with blood or body fluids. الإليمنت التالي تتكلم عن الايزوليشن روم ويست، يتم التخلص منها حسب الناشونال جايدلاين. عشان توضح معنا أكثر النقطتين الأخيرة، ده الجدول من الناشونال جايدلاين يوضح لنا segregation للويست from isolated patients. زي ما قلنا عندنا الpatients اللي under MDROs تتخلص منها كgeneral waste في black bags، وزي ما قلنا except the dressing إذا كان heavily soiled with blood. بالنسبة للهاي infectious disease حتتعامل معاملة infectious فتتخلص في yellow bag. عندنا برضو suspected pulmonary TBs والinfective TBs برضو اللي هو open pulmonary TBs حيكون في yellow bags. أما non-infective اللي هو non-open pulmonary TBs حيكون في black bags، ما عدا قلنا زي dressing إذا كان heavily soiled حيكون في yellow bags. عندنا non-highly infectious communicable disease زي عندنا H1N1 الانفلونزا حتتعامل معاملة الجنرال ويست. آخر شيء عندنا الميزلز، سواء كانت confirmed أو suspected حتتعامل معاملة الانفكشوز فحتتخلص منها في اليلو باكس. الإليمنت الرابع عند استخدام البروسيجر تروليز لازم يكون فيها sharp containers وبيو هازارد باكس. الإليمنت الخامس عندنا sharp containers يكون مثبت على الجدار بحيث إنه يكون في مستوى النظر وقريب من منطقة المريض وسهل إنه الممارس الصحي يوصله وبسهولة يتخلص من الشاربس. الإليمنت السادس ما يكون فيه broken or recap needles في sharp containers. طبعا يتم التقييم عن طريق الobservation وممكن نسأل الستاف، يعني ممكن نعمل الستاف interview. الإليمنت السابع والثامن والتاسع يتكلموا عن overfilling. في الشارب كونتينرز يفترض انها ما تتعدى 3 ارباعها وما تكون موجودة نيدز على سطحها. كمان موضح علامة الفل على الكونتينرز من برا عشان ينتبهوا. عندنا الميديكال باس كمان تتغير لما تتعبى 3 ارباع بحيث انه يكون فيه مساحة كافية انهم يقفلوها بشكل محكم. من 8 الى 13 تكلم عن الكوليكشن والترانسبورتيشن اوف ميديكال ويست. يتم الجمع والنقل عن طريق عامل مخصص لابس البي بي ايز بطريقة صحيحة في وقت محدد وثابت. تتنقل في كارت مغلقة عليها البيو هازارد ساين وتتنظف بعد كل استخدام أو على الأقل بعد الشفت أو نهاية اليوم. كمان الستور زي ما قلنا قبل يكون بعيد عن المرضى، مقفل، درجة حرارته ما تتعدى 18 وحجمه مناسب للكمية اللي بيخزنوها فيها. يعني ما ينفع تكون الباكز على الأرض أو فوق بعضها، فإما تتخزن داخل الكارت أو تقفل أو في رفوف قبل للتنظيف. طبعا تقييم الاليمنتس حيكون عن طريق الابزرفيشن. اخر نقطه عندنا يتم التخلص من الميديكال ويست خارج المنشاه الصحيه كل يوم، ويكون في لوك شيت او فورم تكون فور ريكوردينج ودوكيومنتيشن. الاليمنت الاخير عن الميديكال ويست وركر يكون فاكسينيتد وترند اون هاند هايجين دونينج اند اوفينج اوف بي بي ايز safe handling of waste وفي حال exposed للneedle stick injuries أو any sharp injuries. بالنسبة للتطعيم حنراجع ملف الطبي
as documented. التدريب برضو يكون documentation أو observation during the round، أو يكون staff interview، ممكن تسأله عن طريق ال إيش ال steps حقة الهاند هيجين، إيش ال steps تبع الدونينج والدوفينج، ونقدر نقيمه على أساس الأجوبة. تقدروا تزوروا موقع الإدارة العامة gdibc.com، هتلاقوا فيها كل الجايد لاينز موجودة.